بس مش قاعدة صغيرة على الدوام. لا، انت اللي خلاكي بعدين ما تسوي، خلاص ترجعي تندمي. علمك اني انفصلت على الدراسة. ايوه. واني انسان صغيرة مش قد المسؤولية. ايوه. وافقتي في الاول؟ وافقتي في الاول على الدراسة؟ بس مش موافقة. امال ازاي فرحتي بالفستان؟ حتى لو كنت حلمت بس شوفي الفستان عادي بكون فرحانة. يعني متى ادركتي انت فرحتي بالعرس واللمة؟ متى فهمتي انك تزوجتي؟ يعني لما كنت خارجة. رايحة فين؟ روحة بسيرت بعدين. روحة فين؟ لقيت بيت عمي. بيت الزوج يعني؟ اتزوجتي ابن عمك؟ ايوه. كم عمره؟ 26 سنة. بعدين بسرت وبكيت. ايش كنت تفكري لما كنت تروحي لعند بيت عمك؟ ايش كنت تفكري؟ كنت تقولي في نفسك انا فين؟ ايش كنت تقولي؟ كنت احس نفسي ان انا غريبة. كم جلستي معنا للزوج؟ 11 يوم. طيب وكنت تعرفيهم من قبل؟ انا ما كنت جالسة عندهم. يعني ما كنتش تحبيهم مثلا؟ لا ما كنتش احبه. طيب وبعدين ايش اللي خلاكي تزعلي لما تزوجتي؟ لما رحتي عندهم في البيت ايش اللي صدمك؟ كل شيء. كان بيضربك؟ ايوه مرة. مرة واحدة فقط؟ على ايش؟ عادي الصلبات. صلبات كذا يعني تبلي يعني عليك؟ هل كنتي ناس اخرين في البيت؟ لا بنات عمي وعيال عمي بس. طيب وهم كانوا عارفين انك تزوجتي؟ ايوه. ايش كانوا يدعوا لك يا عروسه؟ ايش كانوا يقولوا لك؟ يا عروسه. كانوا فرحانين بيكي؟ في بنات عمك بسنك؟ لا. كبار؟ يعني اكبر مني ب 20 سنه. 20 سنة. عمرهم 20 سنة ولا أكبر منك ب 20 سنة؟ لا في بعضهم عمرها 36، واحدة عمرها 40، يعني كبر. كل بنات في عائلتكم تزوجوا بسنك؟ لا. أصغر واحدة تعرفيها تزوجتكم كان عمرها؟ لا مش أحد أبدا. طب وليش؟ تعرفني. ليش أبوك زوجك؟ هناكل لأمي. ها لحظة لحظة. ليش؟ هناكل لأمي. أمك مطلقة؟ أنا الصالح انفصل. أيوه اختلفوا انفصلوا؟ ولما انفصلوا هو يريد يغيظ أمك؟ أيوه. يزعل أمك؟ أيوه. مكيف الأم يعني. أيوه. وأخذنا يعني كانت تقول لها كانت كلها بكيتي ولا لا؟ ها يعني بعد ما زوجك كان يتصل لأمك ويقول لها بكيتي ولا لا؟ يعني مستمر في أنه في الحناكة في الإيغاث. أيوه. طيب ريم كيف اتطلقتي؟ ولسه بس الآن يعني خليناها ودي إنه كل واحد يروح يبعد حاله. بدون طلاق؟ لجأت مين في الأول؟ مين اللي توسط في مسألة حل المشكلة؟ أبي. أبوك اللي زوجك؟ أيوه. واللي حلق عندي وحلينا. أنت أول ما بعد ال 11 يوم إيش عملتي؟ عملت نفسي إنني تعبانة عشان يطلعوني. يطلعوني لعندي. لعند أبوك وبعدين؟ وبعدين كنت أنام على أساس إني بهرب. كان بيصلح على ذاك وما حال جنب الباب. ما قدرت. بتهربي يعني يقفل عليك الباب بس مش عايز تخرجي. بتهربي لا؟ عند امها. بعدين؟ بس. كيف خرجتي؟ كيف هربتي؟ لا كانت بنت الجيران تصيح لي. انا متزوجه بعدين كانت تحكي لي. كنت اقول لها اصلا عند امي توصل لي الكلام. فقلت لها خلي امي تروح للقس. تقول لهم انه كيف تاخذني تجيب عسكر. وما راحت للقس مو هذا قال لي. قال لي روحي للقس وتكلمي. قلت له طيب. ما رحت للقسم وكلمت عن الفندق لوحده. كلمت عن الشرح عندهم وبعدين ودوني للدار. ايش اللي خلى ابوك اولا يزوجك وبعدين يقول لك روحي القسم عشان تشتكي؟ لا مش اشتكي انه سواها في يعني زوجني. اشتكي انه نفسي زوجي. حيتم التصفيق ولا لا؟ ايوه. تم الاتفاق على انه هيتم؟ ايوه. متى؟ يعني بهذا اليوم يمكن. واذا ما طلقت؟ بنتحر. ايش تعملي؟ بنتحر. ليش بنتحري؟ لأنه في لما أقول لهم طلقوني ما يسمعوني. لا بس في حل غير الامتحان. إيش؟ لا إنك تبقي رافضة. رافضة ليش يا ريم؟ أنت زي الزهرة. ما أصلا ما بيرضوش. أفرض إنهم ما رضوش. أكيد حيسمعوا أكيد حيسمعوا فيها. أكيد أكيد بيسمعوا يا ريم. الانتحار مش حل. الانتحار مش حل. طيب ريم أبوكي نادم الآن إن أنت كنتي حزينة وتبكي؟ إيش يقول لك؟ كنت عارفة إنه هو غرفة عادي يمسكني
يبكي يقول خلاص انا اسف. ابوك يبكي؟ امك تقول انا اسف. تعرفي ان انا ندمان؟ انا ندمان، انا عارفه ان هذا كله حماك لامي. انا ودي اسوي هذا. انه بيحبنا. الموضوع ده خلاك تكرهي ابوك او تضايقي منه؟ لا ما صح تكره ابوك. لا بصراحه وقت الحادث سيدي الان. الان بعد ما بكى وندم شيء ثاني، لكن وقت الحادث. لا حد اني كرهته. ها؟ بس لحد ايش اللي حصل؟ ايش كانت مشاعرك تجاه ابوكي؟ زعلانه منه. زعلانه مش عايزه اذكر اسمه. ايوه ليش؟ بس نكرهه ما اكرهوش. مش عايزه تسمعي حتى اسمه. لكن ما تكرهيش. طب ايش تنصحي اي بنت تكون في موقف زيك؟ يعني مثلا في زوجوها ابوها فجاه ياخذها ويطلع عرس، ايش تنصحيها؟ كمان انصح الاب لما يزوج ثلاثة بعد السن. ولو زوجها؟ لو تعمل البنت فين تروح؟ غير الانتحار. ما عدا الانتحار. فين تنصحي اذا البنت الان شافت هذه المقابله وسمعتك وتعرف انه اهلها يخططوا لها تتزوج، ايش تعمل؟ يعني لو في حد يعني لو حد من اهلها ينقذها تروح لعند احد اي من اهلها تروح تحكي لها القصه يمكن يوجهها لمحكمه او يقص او ينقذها ياخذها عنده. في رايك ايش السن المناسب للزواج؟ 20 صراحه. انت حتتزوجي لما عمرك 20؟ اذا فكرت. ليش اذا فكرتي؟ انا خلاص كرهت الزواج. كرهت الزواج ولا كرهت الرجال؟ الرجال كلهم كلهم كرهت. ما عدا ابوكي. ما عدا واخوكي. كما هي الدوافع؟ والله هو ليس دافعا وانما هي ابنتي، زوجتها بابن اخي الذي تربوا مع بعض في بيت واحد، وليس في اي دافع وانما على سنه الله ورسوله وصلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله تزوج عائشه وعمرها 6 سنوات واحنا نتبع السنه، و يعني الامور بسيطه جدا ما في شيء حاجه. شكرا لك انيس. شكرا لك، شكرا للاجابه. لكن هل تعتقد انيس بان هذا السن صالحه لان تتحمل مسؤوليات، لان تتحمل ابتداء من الزواج والفراش ومرورا بالاطفال الى اخره، ام انها لحظه كانت من لحظات التفكير ندمت بعدها؟ ارجو ان يعني والله هو ليس ندم. وانا زوجتها وعمرها 14 سنه و7 شهور. ولدي عقد الزواج محمد من المحكمة. العقد لا يثبت السن. العقد لا يثبت السن الحقيقي. شهادة الميلاد. هل لديه شهادة ميلاد؟ والله احنا ناس بدو نعيش في البيت ما نعرفش هذه الأشياء. هي تقول عندها يعني 12 سنة. فقلت لك هي مخطوبة من